انت تتوقع او انت منتظر او انت متخيل الدولة عايزة ايه؟ بكلمك بجد والله، يعني انت متصور ايه؟ انا ساعات اسمع كلام ناس كتير تقول لك يا جماعة اصل الاسعار، اصل انا اتفهم ده جدا وفاهم يعني ايه الاسعار زادت، والاسعار بالمناسبة لما بتزيد هي بتزيد على الكل، وسيبك من قصة اصل في ناس مش فارق معها الاسعار لما بتزيد، هو اي حد بتفرق معها الاسعار بمعادلة بسيطة، بس اللي بياخد 1000 ليه أوجه صرف معينة، فلما الأسعار بتزيد بتزيد عليه بيتعب، وبالمناسبة اللي بياخد 100,000 برضه ليه أوجه صرف معينة، فلما الأسعار بتزيد برضه بيتعب. طب الدولة عايزة إيه؟ الدولة عايزة قدر الاستطاعة إنها تحاول تخفف دايما من عليك، فهتلاقي الدولة دايما لو اعتبرنا قلنا إيه ذهن الدولة بتفكر طول الوقت، اي دوله بالمناسبه مش هقول لك بس احنا، تفكر طول الوقت ازاي اقدر اريح المواطن بتاعي، ما هو ده الهدف من وجود كيانات اسمها الدول بالمناسبه، وابقى فكرني اقعد احكي لك ازاي فكره الدول دي حصلت، الدول الحديثه يعني مرورا بقى بالمرحله البرجوازيه في العالم في اوروبا ثم الثوره الصناعيه الى اخره، فده الاساس من فكره الدوله، انا عايز اريحك. مصر الحقيقه مش هقول لك اكتر دوله بتفكر في انها تريح المواطن، لكن هي أكتر دولة بتبذل مجهود لأنه ظروف اللي مرت بيها مصر شديدة الصعوبة، شديدة الصعوبة، ثقيلة الوطأة زي ما بيتقال. في ظل كل ده هتلاقي أنه التفكير لا يتوقف، ثم الخطوات العملية لا تتأجل. فهتشوف على سبيل المثال في قناة السويس، مش هقولك بقى على قناة السويس اللي هي المجرى الملاحي الأشهر على مستوى العالم، لا، في قناة السويس طول الوقت في تفكير في إيجاد مشروعات، هذه المشروعات من شأنها إنها تريحك. يعني هو جزء من أكتر أو أكتر حاجة بنفكر فيها دايما إيه، يقولك إيه يا عم أنا بشتغل أكل العيال، طب أنا عشان أكل العيال لازم أنزل الأسعار، وعشان أنزل الأسعار لازم يكون في عندي ما يعرف باقتصاد الوفرة. فتلاقي انه في قناة السويس اتعمل 187 حوض استزراع سمكي، ده مشروع شركة قناة السويس للاستزراع المائي، ويخرج هذا المشروع الى النور. خلونا ناخد معانا على تليفون سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. ازاي صحة حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. مشروع ال 187 حوض ده يا فندم عايزين نعرف عنه اكتر. الحقيقه هم مش 187، هم 1480، لكن اللي احنا بدانا فيه دلوقتي الاستزراع يعني اللي هم ال 187. احنا بنشتغل على مساحه 3137 فدان، احواض سمك كلها من انواع الدنيس والعروس والبلطي والجمبري، ويعني كل ما هو ليه طلب في مصر، في السوق بحيث يبقى في انتاج نقلل الفجوه زي ما السيد الرئيس امر ان احنا نقلل الفجوه الغذائيه، سواء كانت في الاسماك او في المنشآت الحيوانيه الثروه الحيوانيه او الدجنيه. فده مشروع احنا عاملينه في قناه السويس في مزرعه الاستزراع السمكي. احنا خلصنا تقريبا عمل التطوير فيه تجاوزت حوالي 55% عشان بنرفع كفاءه الاحواض دي كلها. كويس. مستهدف ان شاء الله ان احنا يعني نقول بقى النتائج بقى، يعني احنا استزرعنا اولا 11 مليون زراعة جمبري، بدانا ب 7 مليون في 49 حوض وجاري استزراع الباقي، واستزرعنا 1.5 مليون في زريعه دنيس باجمالي 2.5 مليون سمكه. انا حضرت موضوع الاستزراع ده او بدء الرمي الزريعه دي. أيوة. المستهدف ايه؟ طيب لما نتكلم عن المستهدف، بنتكلم أيوة. عن المستهدف ان احنا من سبتمبر 22 ان شاء الله هنبدا نجني الثمار السمك ده في 350 طن هنصطادهم من سبتمبر 22 السنه دي لغايه فبراير 23 350 طن. 350 طن. وفي 1500 طن تانيين من برضو الدنيس والقروس والبوري واللوط والبولتي والجمبري والكلام ده، ده برضو من فتره من يوليو السنه دي يعني الشهر الجاي ان شاء الله لغايه فبراير 24 نكون بنعمل حصاد ليهم وينزلوا للنور في سواء في المدن القناه او اللي هيفيد منه هينزل على القاهره، لغايه لما نخلص بقيه الاحواض كلها هيبقى في ان شاء الله انتاج وفير يعمل فعلا الموضوع اللي السيد الرئيس دايما بيبحث عنه ان هو يقلل الفجوه الغذائيه ويقلل الاسعار. طيب هنا سياده الفريق سؤال بقى، يعني ال 187 حوض دول هم دول مرحله من اجمالي. ايوه
صح كده؟ من اجمالي 1000 وشويه، 1000 وشويه حوض. 1480 1480 حوض، طيب. وانه المرحله دي هنقدر ان شاء الله نغطي بيها مدن القناه، صح كده؟ ان شاء الله، ان شاء الله. طيب، ده معناه يا فندم انه ال 1480 حوض عند استكمال المشروع بالكامل، هل من الممكن هم يوصلونا الى مرحله اكتفاء ذاتي محلي لعموم الجمهوريه ولا لسه؟ لا، هيبقى جزء. هيبقى جزء. اه جزء طبعا، عشان الناس بيقول كلام يعني. لا، هيبقى جزء، بس هيبقى جزء كبير، هيبقى جزء كبير. وبعدين بتكلم برضه، حضرتك بتتكلم على النوعيه. بتتكلم على سمك بيستزرع في قناه السويس. ايوه. انقى ميه، ومياه متغيره على طول وجاريه على طول. فانت بتتكلم عن نوعيه سمك كمان. نوعيه فاخره يعني، حاجه محترمه. نوعيه فاخره، البيئه بتاعتها، البيئه بتاعتها جيده، وبالتالي بتنتج انواع سمك طعم كويس وامن للناس. لان دي بتبقى اقرب ما يكون للبحر الحر. تمام يا فندم. طبعا. طيب، ميه مالحه، احنا بنعمل كده، ميه مالحه، مش ميه، ميه مالحه وطول الوقت متجدده، وبالتالي تمام. هي هتبقى يعني وكانها بحري حر عادي خالص. تمام يا فندم. سياده الفريق، برضو اقتصاديا عشان الناس تبقى فاهمه، مش فكره حتى لو انا ال 1480 حوض دول، انا كده فهمت انه دول ما يغطوش عموم الجمهوريه، لكن يغطوا جانب كبير. فاقتصاديا ده يقدر يحقق لي شويه استقرار في السعر، يعني الاسعار ما تزيدش على المواطن، لان اصبح في عندي معروض اكبر. تمام، هو ده المقصود بيه، اولا ان انا اقلل الفجوه، وان احافظ فعلا على الاسعار، ما يبقاش حد بعينه هو المستأثر بموضوع اسعار الاسماك او بيع انواع معينه من الاسماك. فدي برضه مهمه قوي، ان انت برضه ما يبقاش في حد هو اللي مسيطر على الموضوع ده. حلو جدا. طيب، نقدر نقول امتى يا فندم ال 1480 يبقوا خلصانين ان شاء الله سبحانه وتعالى؟ يعني ناخد يعني سنه كمان، يعني نقول يعني احنا هنخلص ال 1500 طن دول فبراير 24 ان شاء الله. يعني على اخر 24 يكون كل المزرعه بالكامل تكون مستصلحه ومجهزه وبتنتج كميات كبيره من الاسماك ان شاء الله. طبعا احنا سياده الرئيس لو سمعنا دلوقتي هيقول لا، اخر 23 مفيش 24. هو الحقيقه برضه كويس حضرتك ذكرت كده، بس سياده الرئيس بصراحه يعني على طول متابع الموضوع ده، يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني بيتابعه ازاي وبيسال عليه ازاي في كل لقاء او اتصال تليفوني، بيطمن على احنا وصلنا لايه وبنعمل ايه وبنطور ازاي. ايوه طبعا، على القطاع الجنوبي طبعا برضو عمليه المتابعه الدائمه تقريبا على المشروع يعني. طبعا، انا بشكرك جدا يا فندم، ونشكركم جميعا والله على هذا الجهد. كل الشكر لسياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس.